سميه الزهره السوسي. انا انا مشالي البصر ديالي، عندي ثلاثه العيال مضيعه في الحياه ديالي، محتاجه نمشي واحد اللي يوقف معايا، مألمه واحد الالم كبير. انا بنتي ملي كتبقى نعمل ديك الشغل ديالي، بنتي كتنوض عيط لي غير العوره. انا ديك الشيء هذاك، انا مألمه واحد الالم كبير اللي ما فيه حتى شي واحد، وثلاثه ديال العيال وانا مسيبه انا والعيال ديالي، ودابا خصني شي واحد اللي يوقف معايا يرجع لي البصر ديالي. هو المشكل اللي عندي يا سيدي، كنت كنشوف ما بقيتش نشوف، الشبكه مشات لي، قرنية باقاني مزيانه في الشبكه مشات لي. مين مشيت عند الطبيب الزني قال لي، قال لي خصك داك الطبيب اللي محتاج في الشبكه مخصص في الشبكه، عندك المرض في الشبكه غادي تلقى العيني. دابا سيدي انا مشى لي الشوف في كازا بالدار البيضاء سيدي، يعني خصني العمليه سيدي وخصني نعالج الشبكه مشات لي. هو الطبيب اللي غادي تشوف لي شحال سيدي، دابا انا ما عنديش حتى باش نركب من ديك الدار البيضاء، ما كرهتش في هاد الايام هادي في هاد المستعجل. الحاله ديالي ضايعه بزاف مكرفسه، ما انا ما سكنه رباح ما مصاب. دابا خصني الصحه ديالي اول حاجه، خصني الصحه ديالي. عندي ثلاثه هاد العيال سيدي، الراجل ديالي مريض بالعكاز مع الرسم دكدك معوق حتى وحده، ما فيه رباح. دابا انا طالبه البصير ديالي، ولادي مكرفسين ما قاريين شي، انا مكرفسه، ان الحياه ديالي مشات لي ودولادي. الرساله اللي كنقول لهم يوقفوا معايا، ما عنديش الجهد ما عنديش الفلوس، يوقفوا معايا نتعالج.